تسمع لي تهاني تخرج ما تبي الا قوى في الزلها حفر العنقود ابي اسحب حنين صالح اللي باسمها نضرب الامثل سمت في تخرجها مكانة معلية ليلة شهادة حققت غاية الامل في يوم التخرج نالت افراح وافية حنين العظيمة وقدرها عالية لجلال لها المركز الاول بقمة معالية بها طابت الامداح وتباهت الاقوى جميع الوصوف اللي احتوتها مثالية حنين بنت صالح من ابوها الشموخ تنال صالح المعروف الأخير تلعمل كريم ويمينه في العطا غمسخية وإخوانها أهل المكان شيوخ رجال بهم تفتخر أهل الأيادي الرهاوية مثل الوفا الدكتور أيوب شنعة فعله يشرف ذكرها كل قافية وحيا المهندس ناصر الطيب الأفعى عضيد وسند والخير أسماء مبادية وجا أختها فيها وصف وخير خصال فريدة بكل الذوق والطيب مكسية ومريم عليها وصاف ما في لها أمثال وفيها المروة والوفا وصافي النية ولها شمر الأمجاد أساس رجال أبطال ولشام مريم جاد طول الزمن حية عسى يا حنين الخير دايم لعمرك فال وبعلى القمم شانك يحقق مساعي تهاني تخرج ما تبي الا قوى في الزلها اخر العنقود ابي تحيه حنين صالح اللي باسمها نضرب الامثل سمت في تخرجها مكانات معليه ليلة شهادة حققت غاية الامل في يوم التخرج نالت افراح وافية حنين العظيمة وقدرها عالية لجلال لها المركز الاول بقمة معالية بها طابت الامداح وتباهت الاقوى جميع الوصوف اللي احتوتها مثالية حنين بنت صالح من ابوها الشموخ تنال لانه مثل العز والطيب يا حيا هذا صالح المعروف الاخير تلعمل كريم ويمينه في العطا غمسخية واخوانها اهل المكان شيوخ رجال بهم تفتخر اهل الايادي الرهاوية مثل الوفا الدكتور ايوب شنعة فعله يشرف ذكرها كل قافية وحيا المهندس ناصر الطيب الافعى عضيد وسند والخير اسماء مبادية وجا اختها فيها وصف وخير خصال فريدة بكل الذوق والطيب مكسية ومريم عليها وصاف ما في لها امثال وفيها المروة والوفا وصافي النية ولها شمر الامجاد اساس رجال ابطال